احنا اليوم انطلق عندنا الموسم الدراسي الحمد لله. هذا اليوم اللي هو الاحد 3 شتنبر 2023 وكنستقبلوا التلاميذ واولياء الاباء ديالهم هنا في المدرسه وكنشجلوهم بحكم عنا ان شاء الله غدا غادي تكون الانطلاقه الفعليه للموسم الدراسي. الموسم الدراسي هذا العام خصصناه لحفظ القران. وعلاش ركزنا على حفظ القران هذا العام؟ لانه هو من الشروط اللي كانت مطروحه في التسجيل، الشروط اللي مطروحه ديال 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 الالتحاق بالمدرسه العتيقه، خاص التلميذ يكون حافظ 40 حزب، وهي التلاميذ الاكثريه اللي جاتنا كتلقاها نحافظ نص حزب حزب، ما يعني ما يعني نهار غادي تبدا المدرسه هذا الشرط ما غاديش نلقاوه. اذا خممنا عن هذا العام نركزوا على القران باش نكون هذه الفيه اللي عندنا دابا متسجله، هي الفيه تكون العام الجاي ان شاء الله حافظه القران باش منين يجي اللجنه المشرفه على المدارس العتيقه تلقى هذا الشرط متوفر. والشرط اللي ملي خلانا ملي نبقاو دايرين لا القران هذا العام شنو هو؟ وهو الطريق. مدرسه بينها مع طريق رقم الوطنيه رقم 1 5 كيلومتر، وحنا كنطالبوا وناشدنا جميع المسؤولين عن يربطوا هذه المدرسه، والى حد الساعه ما فاتجانا رد ولا شيء، وهو العائق اللي خلانا نوخروا الموسم الدراسي الى العام الجاي باش كانوا يعدل باش نكون هيك الساعه، لانه باش الاول رقم شتو اليوماتيه على الاباء اليوم تكرفصوا، كاين اللي جا على كراعو ما بغاتلوش الوته تدخلوا، كاين اللي جا في الوته يعني لا يزحف يعني الطريق متكرفصه شويه. اذا اليوم الحمد لله فتحنا باب التسجيل، التحقت عندنا اليوماتيه 36 اللي تسجلت، قبضنا منها 30 وسته خليناها في لائحه الانتظار على حساب ما الى اخوات بلاصه ولا شي نعيطوا لها، لانه الطاقه الاستيعابيه اللي احنا بغينا ما هو المدرسه كتستوعب كتقدر ترفد الى 100، ولكن الى معدل الزفت وارتبطت هذه المدرسه العتيقه بشبكه الكهرباء ما نقدو نلتزموا، لانه حد التزم بشيء لا يقد عليه، باش نلتزموا ب 100 تلميذ في المدرسه هذه وحنا ما عندنا الزفت غنلقاو بزاف ديال المشاكل، لانه السياره خاصها تبقى تمشي يوميا والسياره راكم عارفين الطريق. اذا حنا ماشيين مرحله مرحله، المره اللي فاتت درنا 15 هذا العام درنا 30، والحمد لله راه غادي يبداو على الدروس ديال حفظ القران، وخصصنا وقت دائما نبقاو نديروا فيه دعم للتركه باش ما ينساوش اللغه، باش ما ينساو اللغه، يعني هذا هو اللي عندنا لحد الساعه الحمد لله.